بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما انتم يمكن سمعتوا اكثر مره انه خلال احد شهر كهك ناخد الروايه بتاعه الميلاد من انجيل معلمنا لوقا البشير وتتقسم على اربع مرات خلال الأربع أحد بتوع الصوم بتاع خلال الأربع أحد بتوع كياك في الصوم بتاع الميلاد. النهاردة اللي هو الحد الثاني من شهر كياك اتقرأ علينا الجزء بتاع البشارة بتاعة الملاك للست العذراء. الحقيقة إنه الحتة اللي عايز أتكلم فيها حتة تجسد المسيح وإيه معنى وإيه قيمة تجسد المسيح. وإحنا النهاردة بنسمع الإنجيل بتاع الملاك جبرائيل لما جه للست العذراء ويبشرها بأنه الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى ابن الله. طبعا بالمناسبة قبل ما يعني اتكلم عن التجسد طبعا الحتة دي نشوف فيها إشارة واضحة للثالوث زي ما شفناها بكل وضوح في عيد الغطاس أو عيد الظهور الإلهي لما سمعنا صوت الآب من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، وشفنا الابن بيتعمد في نهر الأردن وشفنا الروح القدس على شكل حمام. هنا كذلك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي الله الآب يعني تظللك والمولود منك يدعى ابن الله. وده يورينا انه كل اعمال الخلاص لا تنسب الا للثالوث القدوس ككل، او يعني للثالوث كله مش لاقنوم واحد من الاقانيم، مع تاكيدنا على انه احنا بنؤمن بوحدانيه الله ولكن الثلاث اقانيم مشتركين في كل اعمال الخلاص. يعني التجسد كان الابن هو اللي تجسد، ولكن زي ما اتقال انه الروح القدس حل على الست العذراء وقوة العلي ظللتها وبالتالي المولود منها هو ابن الله. حتى اللي عايز اتكلم عنها حكاية التجسد، ايه قيمة التجسد؟ الحقيقة انه اهم ما يميز ايماننا المسيحي التجسد. الحقيقة انا عايز اتكلم في حتة يمكن باكثر تحديد في موضوع التجسد، ان المسيح بالتجسد دخل إلى عالمنا، دخل إلى واقعنا، وعالمنا واقعنا كله ألم. كان في حد بيتكلم على فكرة أنه أحيان كتير نقول ربنا في إيده كل حاجة، كل حاجة في إيد ربنا، ولما حد يحصل له مثلا ضيقة صعبة حد ينتقل له، بالذات لو حد دوت مثلا طفل صغير ولا حادث مؤلم، احيانا نقول له كله من ايد ربنا، كله من ايد ربنا. الحقيقه انه ما قدرش نقول انه كل الم من ايد ربنا وكل شر في العالم من ايد ربنا، ما نقدرش نقول ديت والا ربنا يبقى مصدر الشر. ولكن الشر موجود في العالم، والعالم نالوا الفساد من ساعة سقوط الإنسان. احنا نبتدي القداس، أول القداس نقول إيه؟ يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. يبقى في موت دخل للعالم وفي فساد أصاد الطبيعة البشرية وأصاب الخليقة كلها بسقوط الإنسان. فالعالم سقط وصار كله ألم، صار كله تعب، صار في شرور. ونقدرش نقول انه ربنا ضابط كل شيء وكل شيء من ايده، ضابط هو ضابط كل شيء، لكن في نفس الوقت مش هو مصدر شر، مش هو مصدر الالم. قد يسمح بالالم، قد يستخدم الالم لحساب الانسان، لكن مش هو مصدره. احيانا لما نروح لحد مثلا في ضيقة ونقول له ما تقلقش ربنا موجود، احيانا تتعبوا الحكاية ديت
ليه؟ لأنه معناه أن إحنا مش حاسين بألامه. الحقيقة أن المسيح جه لعالمنا الفسدان اللي فيه شر، وقبل كل أنواع الألام، قبل ألم التخلي. يقول يصنع خيرا، والفريسيين يقولوا سامري وبه شيطان، يقولوا مجنون، يقولوا عليه أنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. كان يشفي المرضى ويكسر أسر الشيطان اللي متملك على الناس، وهم يقفوا يقولوا أنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. المسيح قبل ألم الجرح من الأحباء، عشان كده تقال عنه مجروح في بيت أحباء، قبل أنه ينكر من أحد التلاميذ المقربين جدا زي بطرس، قبل الخيانة وأنه يتسلم من واحد زي يهوذا، قبل الألام والضرب والتعيير والبسق من اللي خلقهم بإيده، ولكن قبل كل ده لما دخل بالجسد لعالمنا. فالمسيح قبل الألام. لو كان ربنا بيحكم إرادة البشر، وإن كانت إرادته هو أن البشر ينالوا كلهم الخلاص كلهم، ويتأنى ويتمهل ويطيل أناته لأجل أنه كل واحد يتوب، ولكن للأسف مش ده اللي بيحصل. لو كان ربنا كان يتحكم في الإنسان ما كانش اتصلب. لو كان ربنا يتحكم في الإنسان أصلا ما كانش خلى آدم من الأول سقط. وناس كتير تقول طب ليه، يا ريته ما كان سابنا يبقى ما كناش هنبقى أحرار. ولكن ربنا ادانا الحرية الكاملة، ولكن دخل للعالم بتاعنا الفسدان، خد طبيعة زي طبيعتنا. وعشان كده تجسد ذنبول هو أعظم عمل قدمه ربنا لينا. دخل للعالم بتاعنا بألامه قبلها، عاش في أقل مستوى على المستوى الاجتماعي، يعني المسيح فقير جدا، فقير جدا، ده ليس له أين يسند رأسه، ده للثعالب أوكار وللطيور للطيور أوجرة وللثعالب للثعالب أوكار، وابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. فالمسيح جه فقير، جه بسيط مع أنه ملك، ولكن من نوع تاني، من نوع مختلف. عايز أقول أنه المسيح دخل إلى عالمنا. يعني دايما نقول لو إنسان فديق ما بنقولوش أنه ما يعني ما فيش حاجة، لا طبعا نقدر ألام الإنسان، ولكن نقول له المسيح اتألم هو كمان، وفيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. مين أكتر واحد يقدر يعزي حد فقد له مثلا إنسان قريب ليه؟ يعني بعيد عن الكل، يعني مثلا لو حد انتقل لي ابن، أعتقد أصعب شيء. مين أكتر حد ممكن يعزي شخص زي ده؟ حد فقد ابنه مش كده؟ فيقول له أنا جربت ده، أنا مش بكلمك كلام وخلاص، لما أقول لك إن ربنا بيعزي لأن ربنا عزاني. ولما نقول ده فأكتر حد يقدر يعزي أو يقدر يساعد ويساند حد هو إنسان مر بنفس الضيق. مين اللي مر بنفس الضيق؟ ربنا. ربنا مش في اللي في السماء. الناس يقول إيه؟ بعض الفلاسفة والوجوديين والناس اللي تنكر ربنا أو ترفض وجوده، بلاش نقول تنكر حتى وجوده، يقولوا هو في سماوات وليبقى إيه؟ أبانا الذي في السماوات، ابقى في إيه؟ في سماواتك. ربنا لم يبقى في سماواته، ربنا طأطأ السماوات ونزل زي ما بنقرأ زي أحد المزامير بتاعة الأناجيل بتاعة شهر كيهك، طأطأ السماوات ونزل، ولكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله لكي يكفر عن خطايا الشعب، لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يقدر أن يعين المجربين بإيه؟ مش بكلمتين قالهم لنا بعتهم لنا في كتاب وقال على أيدين الرسل، ولكن بأنه ظهر بالجسد. عشان كده الكاثوليكون بتاع النهاردة من رسالة يوحنا الذي رأيناه،
الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، والحياة أظهرت، ونحن نشهد ونخبركم بالحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، لكي يكون لكم شركة معنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابني. فالمسيح دخل للعالم بتاعنا ده بفساده بألامه، قال أنا حب قريب قوي، وقال هاخد اسم. طب هتبقى اسمك ايه يا رب؟ قال هيبقى اسمي يسوع. ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياه، يسوع يعني مخلص. هيبقى اسمك ايه؟ قال هيبقى اسمي عمانوئيل، يعني ايه؟ قال الذي تفسير الله معنا، لأنه صار ايه؟ صار قريب جدا. فالمسيح دخل لعالمنا الفسدان الساقط اللي كله تعب وألم، وقال أنا حدوق الألم، وحبقى قريب معاكم، وحجهز لكم مجد مش من الأرض. عشان كده اللي بيجري ورا الأرض بيتخم، بيضحك عليه، بياخد سور، يعني آسف في التعبير، يعني زي بيقولوا بياخد مقلب، لأنه كله ليه نهاية. ينبسط قوي، يتمتع قوي. هفترض أنه، وده افتراض نظري جدا، كل واحد يعلم، كلنا نقول ايه؟ شوف فلان حالته ازاي، انا اللي حالتي وحشه، ده حالته كويس. تروح له تلاقي عنده مشاكل من نوع معين، خش بس لجوه، خش لجوه. كل ما تدخل لاعماق الانسان تلاقي جواه الام واتعاب. فبقول انه المسيح دخل في كل الارض، بقول كلها تعب. فتخيل، هنفترض نظريا وجدلا انه في حد ما عندوش تعب، في حد ما عندوش مشاكل، في حد ما عندوش ألم، في حد ما عندوش حاجة تعباه، ولكن في الآخر حتى الحياة السهلة الكويسة المرتاحة دي، وزي بقول ده افتراض نظري غير واقعي على الإطلاق، ولكن في الآخر الحالة الكويسة قوي اللي عاشها حد لها نهاية وتنتهي بالموت، اللي هو غريب على الإنسان، اللي هو دخيل على البشرية، اللي هو جه بسبب خطية الإنسان. لكن المسيح جه هذا العالم الفاسد، وجه إلى العالم اللي تملأه رائحة الموت، اللي دخل بسبب الخطية، وقبل الخطايا بتاعة العالم كله على جسده، على خشبة الصليب، وقبل الموت ومات زي المائتين، مع إنه هو الحياة، علشان يرفع الموت، عشان يدينا في وسط الألم تعزية بحضوره في وسطنا، وبأنه اشترك معانا في الألام، وبأنه يحمل ألمنا علشان نشترك نحن في مجده. فبأن إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. الحقيقة أنه احتمالنا لقبولنا للألم مش الحقيقة، يعني مش فضيلة، لأن احنا نستحقه. يمكن مش أنا شخصيا، ولأن كلنا بنخطئ الحقيقة، يعني برضو مش هقول أنا، يعني هقول آدم غلط، أنا ما غلطتش، ما أنا بغلط بإرادتي وباختياري، فكلنا اللي نستحق دوت. ولكن ربنا فتح لنا بتجسده وبصليبه وبقيامته، فتح لنا باب الرجاء، فتح لنا أن احنا لينا خلاص. يقول إذا اشترك الأولاد في اللحم والدم، كلنا من لحم ودم، مش كده؟ مش ده حتى التعبير، يعني ده أنا بني آدم من لحم ودم، تعبير الدارج بتاعنا. فإذا اشترك الأولاد في اللحم والدم، اشترك كذلك هو أيضا فيهما. يعني ربنا جه اشترك معانا في اللحم والإيه؟ والدم بالتجسد، لكي يبيد بالموت. خد الجسد ده، وبالمناسبة في حتة تانية برضو في رسالة العبرانيين، الآية دي في العبرانيين 2، في حتة تانية في العبرانيين يقول إنه وإذا متى أدخل بكر المسكونة، لا فيقول إيه؟ متى دخل للعالم لكي يقدم ايه؟ يقدم ذبيح، عشان يقدم ذاته ذبيح. فالمسيح اشترك في اللحم والدم لكي يبيد بالموت، اخذ الجسد عشان يموت بيه، لكي يبيد بالموت. ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس، عشان يغلب ابليس سبب كل شر في الدنيا. وطبعا لما نقول سبب كل شر في الدنيا، مش لوحده، في ناس بتمشي وراه، في ناس تقبل العند، في ناس تقبل الكبرية، في ناس تقبل محبة المال، في ناس تقبل الانتقام، في ناس تقبل الكراهية،
في ناس تقبل عدم السلام، في ناس تقبل انها تبقى في خصام، في ناس بتقبل ده بضاعة الشيطان. بولس الرسول في كولوسي يعدد كده لستة وحشة وحشة من الخطايا، يقول ان امثال هذه مش بتاعتكم، الحاجات دي مش بتاعتكم، اما انتم فيكم ايه؟ قال فيكم الفضيلة. وعدد قائمة تانية، تكلم عن ثمر في غلطية، تكلم عن ثمر الروح، ثمر الروح محبة فرح سلام. اللي يمشوا مع ربنا يبقى فيهم الفضائل دي، اللي يمشوا في سكة الشيطان يبقى ياخدوا من 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 الحاجات بتاعته، من بضاعته، وبضاعته هي اللي احنا حكينا عليها دي. فالمسيح جه اشترك كذلك ايضا فيهم لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ويعتق الذين كانوا كل ايامهم تحت الايه؟ العبوديه. الانسان تحت عبوديه الالم، تحت عبوديه الخطيه، ولكن في المسيح ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون ايه؟ احرارا. ان كان احد في المسيح فهو خليقه ايه؟ جديده. إذن ليس شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فعايز اقول تجسد المسيح هو دخول الى عالمنا، دخول الينا، قرب جدا مننا. الحقيقه الحكايه دي تخلينا نقبل الالم ونقبل اتعاب الدنيا وعنين على السماء. مش بس احنا كارهين الدنيا، لكن لان احنا عزقنا في الدنيا دي ان وجود المسيح فيها، ومن غيرها حياتنا نثق انه كل حاجه ملهاش معنى، كل حاجه، علاقتنا ملهاش معنى، ما نمتلكه، انجازاتنا، نجاحاتنا، كلها ملهاش معنى، كلها ملهاش معنى. ولكن دخول للمسيح لعالمنا هو اللي بيدي له ليه المعنى، وبيدي له الرجاء الابدي، رجاء لا يفنى ولا لا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في الايه؟ في السماوات. وده اللي يخلينا نعرف ازاي نسيب ربنا يوجه حياتنا، زي ما كنا سمعنا إيهاب بيتكلم في العظة الإنجليزي، زي ان الإنسان يقبل ان ربنا يغير خطط حياته. لما ربنا يدخل حياتي أسيب له قيادة. ربنا احترم حريتنا جدا، وعشان كده بقول لكم حكاية احنا نقول ربنا في إيده كل حاجة، في إيده كل حاجة، لكن يحترم حرية الإنسان. الحاجة الوحيدة اللي قد نتجاسر ونقول انه ما يقدرش عليها، مش ما يقدرش عجز القدرة، لكن ما يقدرش لانه يحترم ايه؟ حرية الانسان. عشان كده الشاطر فينا ياخد كلمة المسيح اللي قالها قبل الصليب ويقول له ايه؟ لتكن لا ايه؟ ارادتي بل ارادتك. احنا يا رب مش عايزين ارادتنا، لان ارادتنا كتير بتاخدنا في طريق غير طريقك، لان كتير تبقى ارادتك لينا احسن بكتير، احسن بكتير. واحيان كتير ربنا يسمح للانسان بالالام عشان يشوفه اكتر. والحقيقه في ناس تقول لي في ناس في الالم بعدت عن ربنا لانه كانت فرصه، في نفس الالم اللي دخلوا فيه دخل فيه حد تاني وعرف انه الالم ده كان بركه، انه يصرخ لربنا ويلاقي ربنا حاضر وموجود. في كل الام ندخل فيها لازم ندور على المسيح، والمسيح دايما يحمل الايه؟ الصليب مع المتالمين، لان هو اللي تألم مجربا ويقدر أن يعين المجربين. فكر مرة حد حقق قصة أنه طفل يتيم وما فيش مصدر رزق لبيته، فاضطر ينزل يشتغل، كأنه غالبا يمسك يجر عربية عليها كتب، بيشتغل في مطبعة أو حاجة زي كده يعني. مرة حملوه شغل كتير، والولد من يعني يشوف الأطفال تلعب وهو ما محروم من دوت، فبيشتغل ومرة حملوه كتب كتير وقع تحت العربية اللي هو بيجرها. وبعدين يعني في حزنه شاف المسيح، ربنا ظهر له ووراله نفسه واقع تحت الايه؟ تحت الصليب. زي يقول له أنا كمان شلت الايه؟ شلت الصليب والألم. والإنسان اللي بيقبل دوت يلاقي ربنا يعرف يوجهه ازاي ويوديه فين، لأنه أول رد فعل لينا للألم ايه؟ إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إيه؟ بل إرادتك. تجسد المسيح هو دخول إلى عالمنا، هو دخول إلينا ليصير قريب جدا. يعني الحتة دي حتة معزية جدا،
وزي ما بقول تدي للحياة معنى ومن غيرها الحياة تفقد إيه؟ معناها. وترينا أن إلهنا مش إله زي ما بقول بعيد، لكن إله قريب جدا إيه؟ إلينا. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدية. تفضل. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب يسوع المسيح، نبارك اسمك ونشكرك لأنك افتقدتنا يا رب، وأشرقت علينا من العلاء لكي تأتي وتأخذ لحمنا ودمنا، لكي تقدسنا ولكي تجدد طبيعتنا. افتقدتنا يا ربي ونحن فقراء، افتقرت لأجلنا كي نستغني نحن بفقرك. تشبهت بينا يا رب ما عدا الخطية، لكي تقدس كل لحظة في حياتنا وتقدس كل مرحلة في حياتنا. نشكرك يا رب لأنك أتيت كملك كي تملك علينا وتبقى أمك، أم النور، أم الملك، والمولود منها يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. ملك تفرح القلوب، ملك السلام والبركة. نشكرك يا رب لأنك أتيت لينا بالسلام والبركة في وسط عالم مضطرب بنعيش فيه، لكن أنت يا رب ينبوع السلام محوط علينا من كل ناحية. العالم هيفضل مضطرب لأن رئيس هذا العالم بيحرك الأمواج بتاعته، لكن إحنا محفوظين فيك يا رب، وانت محوط علينا والسفينة بتاعتنا فوق كل أمواج العالم وانت فيها يا رب. نشكرك لأنك تجسدت لكي تتحد بطبيعتنا إلى الأبد، ولاهوتك لم ولن يفارق ناسوتك. نشكرك يا رب على هذه النعمة أنك تشبهت بينا لكي نكون متشبهين بيك ولكي نكون أولاد ليك بالحقيقة، نحمل سماتك وصورتك وروحك فينا. ادينا يا ربي بركة هذه الأيام المقدسة وبركة تسبيحك وتمجيدك والفرح بيك، بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا ماري مرقس، بركة كل مصافي الملائكة والقديسين. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.